الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيئة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة، وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة. ويمكن تعريفه أيضا على أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة. قال مدير مكتب الاستثمار في إقليم أمهرة أن إقليم أمهرة إقليم واسع النطاق وأنه الثاني على مستوى البلاد من ناحية كثافة السكان والأرض، وله أيضا خيارات عديدة للاستثمار. كما هو معروف أن إقليم أمهرة هو إقليم واسع ويعتبر الثاني من حيث الكثافة السكانية على مستوى الوطن، وهذا الإقليم له خيارات عدة للاستثمار. فعلى سبيل المثال وفي الجانب الزراعي، كما هو معروف أن اقتصادنا الوطني يعتمد كثيرا على هذا الجانب، وبلادنا غنية جدا ولها فرص كبيرة ومتاحة، وهذا الجانب لم يستخدم من قبل، وحتى أن تنمية الزهور وبستنتها ما كان معتادا عليه، ولكن الآن أصبح ينتج في الإقليم بكميات كبيرة، وكذلك الخضروات أيضا، وهناك خيارات جديدة واسعة نسعى إلى إنتاجها في سوق العمل، حيث لم يكن الأفوكادو معتادا ولكن الآن يصدر إلى الخارج، وكذلك البن لم يكن يعرف ولكن الآن انتقلنا إلى الإنتاج، ولهذا هناك فرص متاحة وخيارات متوفرة في الجانب الزراعي، ولأن الآن مستثمرين كثيرين يعملون في هذا المجال بشكل مستمر. وأضاف أيضا أن نجاح المستثمرين الذين استثمروا في الإقليم يرى من خلال تنفيذاتهم، وأكثرهم يمكن أخذهم لدرجة أفضل. نجاح المستثمرين الذين دخلوا الإقليم يرى من خلال تنفيذاتهم، وأكثر الذين استثمروا في إقليمنا يعملون الآن بدرجة أكبر من ذي قبل وإنتاجيتهم بشكل أكبر. فعلى سبيل المثال، هناك مستثمرون يعملون في مجال المنسوجات مما فتح فرص عمل للعديد من الناس، وكذلك الذين يعملون في مجال الحديد مع شركات الكبرى الذين الآن هم مقبلين على الإنتاج حاليا، وكذلك الذين هم في مجال البناء وتوفير الاحتياجات البنية التحتية. كل هذا يخلق فرصا كبيرة للإقليم، ونحن نسعى على الدوام إلى تعزيز الاستثمار في إقليمنا.